أهلا بكم. أطلقت ناحية العظام شمالية محافظة ديالى نداء استغاثة وتحذيرات من تجويع وهلاك معيشي تام بسبب منع الخطة الشتوية على الرغم من وجود مقومات تنفيذها ونجاحها في الناحية. وقال مدير الناحية عبد الجبار العويدي إن قرار منع الخطة الشتوية عن مناطق العظام غير مسوغ وكارثي ولا يستند إلى أي أسباب موجبة، مبينا أن الناحية تحوي خزينا مائيا يتجاوز 400 مليون متر مكعب فضلا عن وجود أكثر من 200 بئر تؤمن الخطة الشتوية. وعد العبيدي منع الخطة الشتوية تجويعا تاما لأكثر من 50,000 نسمة تعتمد الزراعة مصدرا معيشيا وحيدا. أعلن سوق العراق للأوراق المالية تداول 4 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 2 ملياري دينار عراقي في الأسبوع الماضي. وذكر السوق أن عدد الشركات المتداول أسهمها في الأسبوع الماضي بلغ 41 شركة مساهمة، ولم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، مبينا أن عدد الشركات المتوقفة بلغت 23 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 4,445,000,000 سهم بازدياد بلغ 359% قياسا بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 2,628,000,000 دينار. قفزت أسعار النفط لتواصل مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، حيث ظلت الإمدادات العالمية الشحيحة وسط طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم مع انتعاش الاقتصادات من وباء فيروس كورونا. وازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1% لتصل إلى 84 دولارا و53 سنتا للبرميل. وازدادت أيضا العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتصل إلى 86 دولارا و24 سنتا للبرميل. قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن التوقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الحالية. وأرجع عبد الرحمن هذا التحسن إلى نمو نشاط قطاع النفط والغاز بأكثر من 10% بعد انكماش كبير في السنة الماضية. وأكد أن توقعات الإغلاق لسنة 2021 لسنة 2021 تؤكد تسجيل نمو اقتصادي ب 4% و14 درجة مقابل انكماش ب 4% و19 درجة في عام 2020. وبين أن سعر الصرف سيبلغ المتوسط 135 دينارا لكل دولار في نهاية 2021 مقابل 126 دينارا تقريبا لكل دولار في العام 2020. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.80 ليرة مقابل دولار، على الرغم من ازدياد التضخم فقد سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي بعد أن أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة. وتتعرض العملة التركية لضغوط شديدة من الداخل والخارج منذ نحو 3 أعوام مع أنها تبقى في دائرة تفاؤلية نظرا للمؤشرات القوية التي يسجلها أداء الاقتصاد التركي. أظهر مسح أوروبي أن معنويات قطاع الأعمال الألماني انخفضت التشهير الرابع في تشرين الأول، إذ أدى تعطل الإمدادات إلى كبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا. ذكر معهد إيفو للبحوث الاقتصادية أن مؤشره لمناخ الأعمال هبط ل 97.17 درجة من 98.19 درجة المعدلة بالزيادة في شهر أيلول في أدنى قراءة المؤشر منذ شهر نيسان الماضي. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام بعد أن خفضت المعادن الاقتصادية الرائدة الأسبوع الماضي توقعاتها المشتركة للنمو. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.